لو حتى بعدنا تغربنا رمضان في قلوبنا وجوانا بيهل هلال ويقربنا مع بعض وأحبابنا معانا السنة للسنة عمره ما بيغيب مش بنروح له عشان بيجينا ونستقبله بيمش وسبي ونحط الفوانيس والزينة فكرنا بحكايات تفاصيل تتعدفت ونسنا بنغمض عيننا نحس حاجات واحنا في اماكننا بتلمسنا 30 يوم غير كل الايام وكرم محاوطنا وبيسعنا نسهر نتفرج نحكي كلام 100 لحظه ولحظه بتجمعنا رمضانك مع سلينك.